البارحة أنه في تمام الساعة الثانية والنصف فوجئنا ببلاغ أن المعتصمين في الساحات يريدون تقديم المتارس للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الشارع الزراعة المتجه باتجاه الجامعة، فقمنا بالتوجه إلى هناك لمنعهم أو صدهم من التوسع، ففوجئنا بإطلاق نار من اتجاه الساحات، إطلاق نار كثيف طبعا موجه باتجاهنا، فتعاملنا مع الموقف بمنتهى الحرص والدقة على أن لا نصيب أي أحد أو نحاول تجنب إصابة أي شخص، وفوجئنا بأنهم كانوا يعني يحاولون استفزازنا حتى نرد عليهم بالمثل، وتمكننا الحمد لله من إنهاء الموقف و وقفهم عن ما كانوا يفكرون فيه. يعني نفاجأ بمواقف كثيرة جدا تستغرب منها، أن بعض الناس يأتون بمدنيين بزي مدني يرتدي جاكيت ميري بصفته كما حصل بالضبط، وهذا كما حصل ليلة البارحة بالزي، يعني لابس جاكيت ميري بصفته يعني على أساس أننا نتعامل معه بأنه زميل عسكري، وعندما نسأله عن البطاقة العسكرية يقول بأنه نساها أو فقدها أو هكذا. هذا ميري خاص بالأفراد القوات المسلحة، منهم يعني من يرتدي الميري بدون أن يحمل أي بطاقة عسكرية، وعندما نسأله عن البطاقة العسكرية يقول بأنه فقدها أو لم يعني أو غير موجودة، فنضطر إلى القبض عليه والتحقيق معه ثم تحويله إلى البحث الجنائي. البدلات حرس يعني منها جاكيت يعني ملابس حرس جمهوري خاصة، هذا زي خاص بالحرس الجمهوري، طبعا وجدناه فوق أحد المدنيين الذي لا يحمل أي بطاقة عسكرية. طبعا هناك من يدفعهم إلى هذه الأشياء وهم معروفين مثل أحزاب اللقاء المشترك الذين يحاولون إثارة الموقف وتفجير الموقف عسكريا أو التأثير على المجتمع حتى يقولوا بأن الدولة أو أن الدولة هي التي تبدأ باستفزازهم، وهذا لم يحصل مطلقا. نحن هنا نعمل منذ 6 أشهر منذ بداية الأزمة أو 7 أشهر محاولين السيطرة والسيطرة الأمنية على كل ما يحصل في البلاد، ونفاجأ بأنهم يحاولوا استفزازنا بشتى الوسائل، منها ما يعني ما يحصل الآن حاليا، ملابس عسكرية بدون أي بطاقة عسكرية، ولا نعرف المصادر التي يحصلوا عليها، وهذا ما يتم التعامل معه بشكل آمني بحيث أن احنا نقوم بالتحقيق معه وتسليمه إلى السلطات الخاصة بالتحقيق. طيب العيرة النارية التي كانت تأتيكم إيش نوعها؟ منها ما هو سلاح خفيف مثل الكلاشينكوف، ومنها معدل ميم ميم، ومنها 12.7. ايضا فوجئنا باطلاق صاروخ له باتجاهنا وانفجر الحمد لله في الزفلت، ولم يصب اي احد من الزملاء سواء من افراد القوات المسلحه الذين كانوا بجانبنا او الزملاء الذين نعمل سويا من الامن. طيب الذي مسكتموهم الذي تم القبض عليهم الذي يلتزمون الملابس العسكريه ان كان اتجاههم بالضبط؟ كان اتجاههم باتجاه الساحات او يخرجون من اتجاه الساحات من اتجاه الساحه، فمثلا ما وجدنا هذا الزي الخاص بأفراد القوات المسلحة مسكناه وهو قادم إلينا من اتجاه مستشفى الكويت، وعندما سأله الزملاء عن البطائق قال أنها غير موجودة، فأوصلوه إلينا، وطبعا عرضناه على قائد المجموعة التي نعمل سويا معه، يعني حقا قمنا بالتحقيق معه و تبين أنه لا يملك أي بطاقة عسكرية وليس له أي صلة بالجانب العسكري من خلال تصرفاته ومن خلال ارتباكه عندما حاولنا التكلم معه بضغط وحزم. طبعا فوجئنا خاصة في هذا الأسبوع الفائت بجماعات يعني مجموعات أطفال كبيرة جدا، وجدناهم داخل الشارع يمشون، وعند السؤال من أوصلكم إلى هنا؟ قالوا أوصلنا صاحب الباص. طيب وين متجهين؟ حتى أن بعضهم وصل إلينا ويسألنا عن بوابة الساحات، وجدنا أنهم أطفال صغار جدا، يعني المجموعات التي كنا نجدهم في الشارع أكبر واحد منهم لا يتعدى عمره 14 سنة،
ولا يحملون بطاقات إثبات هوية أو البطاقات الشخصية، ومعظمهم من المحافظات وبأعداد كبيرة. يعني كانت أصغر مجموعة 25 أو 20 فرد من الأطفال أو صغار السن الذي لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، ووجدنا أن يعني العدد الذي يحمل البطاقة الشخصية يعني لا يتجاوز 5 أفراد أو 6 أفراد من المجموعة بالكامل. وحاولنا أن نتعامل معهم بكل مصداقية يعني حتى نعرف ما هي الدوافع وما هي الأسباب. فأجابني أحدهم، هو طبعا من محافظة إب، فأجابني أحدهم قال: يا أخي سأتعامل معك بكل صدق بأنهم يتواصلون معنا من الساحة من صنعاء ويتصلون بنا حتى ننضم إليهم في الساحة، وهم هكذا يفعلون يعني في جميع المحافظات. حتى أن نحن وجدنا من محافظة المحويت ومن محافظة إب ومن محافظة دمار أيضا وجدناهم، وكان الأغرب أن بعضهم يأتي إلينا بصفة ويقول: أنا أعمل مدرس في أي محافظة. فقلت له الأسبوع الفائت طبعا قبل ما أن يبدأ العام الدراسي، قلت له: ما هو السبب الذي خلاك أنك تطلع هذه الأيام والعام الدراسي لم يبدأ؟ قال: مسافرين على أساس أن العام الدراسي يبدأ ونحن موجودين هناك. وبعد الكلام معهم والأخذ والرد في الكلام تبين نفس الكلام، أنهم اتصلوا به إلى محافظة دمار ودعوه لمشاركتهم في الاعتصام في ساحة في الجامعة. أيضا هناك ملاحظة أننا يعني وجدنا بعض الأشخاص من يحمل الكمبيوتر الحديث اللابتوب وأجهزة الهاتف النقال، وهي يعني وعندما قمنا بفتح جهاز الكمبيوتر وجدنا فيه مخطط لوزارة الإعلام الجديدة ومخطط حول وزارة الإدارة المحلية واللجنة الدائمة حتى مطعم الشلال، يعني كلها مخططات كانت مطبوعة في الكمبيوتر. حصل لنا أمس احنا في خدمتنا ما أدر ما فاجأتنا إلا يعني بمجموعة من الرجال داخلين عند المخيمات عند المعتصمين، وإحنا حماية يعني عليهم. وبعد هذا فتشناهم ولقينا معهم بدلات من حق الحرس الخاص ومن حق الفر ومن حق الفرقة، يعني من حق القوات المسلحة من حق الأمن المركزي، لا معهم لا بطايق ولا هذا، أنهم بيشوهوا بسمعة القوات المسلحة ولا معهم أي دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجئنا أمس الساعة 1 أو 1:30 بعد منتصف الليل بقيام يعني قوات الفرقة مع مجموعة من المعتصمين بزحف لدينا، وإحنا يعني في منطقة بنك التم المحل العالي للعلوم الصحية مستشفى الكويت وشارع الزراعة. فقاموا بالزحف وزحف المتارس إلى صلينا، فقمنا إلى عندهم فقلنا لهم: يا زملاء، إحنا زملاء ولا يصلح هذا الخبر، يعني كل واحد يسيب مدرسة، كل واحد يسيب بقعته، كل واحد يقعد محدد، ولا يمكن لنا أن يعني أن يعتدي على الآخر. فقاموا بمجموعة من الفرقة وهم المعصومين بإطلاق النار صلينا من المباني ومن وسط المعتصمين، وقمنا يعني احنا بالانتشار وعدم الرد اليهم، وقمنا بحزم الموقف حتى انهم يستفزونا لتفجير الموقف عسكريا. فقمنا بالسيطرة على الموقف والتعامل معهم بحزم. انا صلاح السنباني من ابناء حي بنك الدم جوار الزراعة، اشاهد يعني كل يوم من الذي يدخلون الساعة لابسين جواكت وخناجر معاهم وأزعجونا يعني تمام، وعندما يمسكهم الأمن المركزي أو قوة محمد خليل يجي وأنه ما هو عسكري ولا شيء من أنواع من الجواكت، وهذا بعد داخلين خارجين إلى الساعة حوالي إلى 12 إلى 1 في الليل إلى 2 داخل ساير جايب جواكت مع لا عطر ولا أمن ولا استقرار في إزعاج. وإحنا كنا من أولتها نتولى أنهم يعني
مواطن من حارة من كذا، أكتشف بعدها أنهم مزعجين وأنهم مناسعات ولابسين جواك، عندما مسكوه من قوة الأمن المركزي وأنهم يعني لا يوجد معهم بطائق ولا شيء. برأيك يعني هل تقوم أفراد القوات الأمن المركزي وقوات اللواء 314 بدورها في حماية المواطنين؟ نعم، وأبصرنا الأمن والاستقرار بوجودهم، ويعني فعل والمستحيل الصدق، فعل والمستحيل من حماية منشآت من أهل الحواري، وفعلوا أمن استقرار بمعنى الكلمة. إصرار قوي من طلاب وطالبات جامعة صنعاء على ممارسة حقهم في الدراسة لهذا العام ومواجهتهم للمعوقات المصطنعة من العصابات المعادية للعلم والمعرفة وحق التعليم، هذا